القرين هو مخلوق من أعلى طبقة من الجن وأقواها وأشرسها، ومن صفاته المكر والعناد والخبث. فالقرين لا يحرق ولا يموت، فهو مقرون بالإنسان في الدنيا، والله خلقه لأجل ذلك، فوظيفته هي الوسوسة مثل تزيين المعصية وغير ذلك مما يضر الإنسان، كما يستطيع التأثير على الأحلام ولا يتعدى تأثيره أكثر من ذلك، فلا يمكننا رؤيته إلا إذا حدث أمرا خارجا عن إدراكنا للأشياء اللامرئية. فعلميا وطبيا لا يستطيع الدخول لأي جسم بشري وليست له القدرة على ذلك. فعندما يموت الإنسان تنتهي مهمة القرين ويذهب حيث شاء الله له أن يذهب. فالقرين تارة يوسوس بالشر، ولذا جاء الأمر بالاستعاذة من شر وسوسته في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتارة ينسي الخير فأنساه الشيطان ذكر ربه، وتارة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وتارة يقذف في القلب الوسوسة المرعبة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كما أن هناك قرين من الجن، هناك قرين من الملائكة، وهو يفعل عكس ما يفعله الشيطان. فالشيطان يأمر بالشر والملاك يأمر بالخير، وكلاهما ليس لهما سلطان على اختيار الإنسان، فالإنسان يختار ما يشاء ويتحمل عواقب اختياره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعادني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. فالقرين عندما تذكر الله يصغر يتلاشى، وعندما تغفل ذكر الله يعود للوسوسة والإضلال. فعندما تقرأ القرآن يخنس ويستدير، وهنا تتجلى فائدة المواظبة على قراءة القرآن. فقراءة القرآن بمثابة الصيانة من تأثير وسوسة الشيطان، فاقرأوا ما تيسر منه. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.